كلاسيكو قطر بين الريان والسد، حتى بغض النظر عن ترتيب الفريقين، لكن هي مباراة جماهيرية معروفة. جماهير الريان حتى اللي ما يحضر راح يحضر، جماهير السد اللي ما يحضرون عشان مباراة الريان راح يحضر من درجات. أعتقد أن مباراة جماهيرية، مباراة المنافس على السد راح ينافس والدخول على المنافسة على الصدارة، والدخول مع الريان، الريان يلعب المنافسة التحيل على الصدارة، السد منافسة الريان على المركز الثاني. أعتقد أن المباراة بتكون صعبة على الفريقين. مفتاح الفوز في الريان الإبراهيم، مفتاح الفوز في السد هو أكرم عفيف. أعتقد أن المباراة بتكون مفتوحة، أنا أتوقعها طبعا. نعم، طيب خلنا نشوف لغة الأرقام شو تقول بخصوص هذه المباراة، لما نجي نحلل واقع الفريقين بلغة الأرقام نشوف إحنا أن السد دائما وأبدا نقاطها التهديفية أقوى من الريان. لما نتكلم عن الريان 33 هدف، نتكلم عن السد 45 هدف، ولكن في المقابل دفاع السد دائما ما يستقبل 26 هدف و14 هدف على فريق نادي الريان. نعم، دفاع السد شفناه فيه ثغرات كثيرة. دفاع السد عليه 26 هدف، دفاع الريان رغم أنه بطيء دفاعيا وعنده بطء، لكن مثل ما تشايف قرب مساحات بين الوسط والدفاع هو اللي مخلي دفاع الريان متماسك، اللي عليها 14 هدف. الاستحواذ طبعا، الاستحواذ يمكن السد أكثر من الريان بنسبة بسيطة 59 جدا، لأن السد يمتلك نص ملعب قوي يعرف شلون يدير المباريات. السد مثل ما شايف الريان عنده التشكيلة الدفاعية مع الاعتماد على المرتدات السريعة عن طريق الإبراهيمي، وعنده مهاجم متمكن يستقل الثغرات اللي في خطوط الدفاع. نعم،